بده يروح يعمل فيلر بوتوكس، بيقولوا في انواع. لا بالبلد في نوع واحد، ولكن الدكاترة صايرين تجاريين لحتى ياخذوا اسعار زيادة. كيف نحن كناس حابين يعني نعمل اي شيء بوشنا انه نحن نميز المواد الاصلية عن المو اصلية؟ وهل صحيح انه في مواد يعني تختلف عن مواد ولا نفس الفعالية، ولكن يمكن الحقن بيختلف من ايد لايد؟ لا أكيد مو الحقن اللي بيختلف. هلا أول شيء نحن بدنا نحكي عن الفيلر. الفيلر طبعا هي مادة مالئة، نحن مشان نعبي فيها أي خطوط ضحك أو تجاعيد بالوجه، أو نحن فينا ننفخ من خلالها خدود وشفايف. هلا الفيلر كتير في منه أنواع كتير. طبعا نحن أول شيء دايما بقول لهم أنا رقم واحد هو الفيلر السويسري. فيلر كل ما كان ملمسه جيلي أكتر فهو صح، وكل ما كان فيه سماكة أعلى فهو فيلر سيء جدا. اللي هو الكوري ما؟ هلا مو أنا ما بدي أحدد كوري، مو تحديد أنا بدي بس أحدد معروف أنواع. الكوري إنه إيه السماكة العالية للفيلر كتير سيئة. شوف الفيلر السميك لما نحن بنحقنه بالوش أول شغلة بيكبتل وبيغير بيكبتل ملامح صحيح. الوش مع الحقن أكثر من مرة. يعني الفيلر بطبيعته مادة الهيلورونيك هي مادة جيل وهي امتصاصها 100%، فنحن دائما لازم ندور على الانواع الاوروبيه. انا هذا رايي بشكل دائم. هلا السويسري طبعا السويسري بتطلبه فئه معينه لانه هو بتكون اسعاره بالمليون او اكثر، بس الفيلر الاوروبي نحن فينا نحصله ب 600 او 700 اسعاره هيك عنا. فانا دائما بفضل الفيلر الاوروبي لانه بيعطي نضاره وبيعطي جمال وبيعطي شباب لخلايا البشره، وبنفس الوقت ما بيغير لنا ملامحنا. يعني نحن فينا نملي فيه خطوط التجاعيد وفينا نعمل كتير، يعني كتير الوحدة الصبية ممكن ترجع بالعمر 10 سنين أو 15 سنة إذا حقنت فيلر. فالأهم هو نوع الفيلر. هلأ كيف نحن بدنا نميز نوع الفيلر؟ هذا الشيء مهم كتير بأنه أنت تعرفي شو عم تحقني. أول شيء أنت لازم تتأكدي من الدكتور، تطلبي من الدكتور أنا شو المادة اللي أنا عم بحقنها. تاني شغلة تقرأي عنها على النت، تتأكدي شو هي، شو نوعها، شو مصدرها. هلأ أغلب الفيلر اللي متوافر عنا بسوريا هو الفيلر الكوري. الكوري كمان عم يجي منه نوعين، عم يجي نوع كوري وعم يجي نوع مضروب. فالمضروب هو اللي عم يعمل حالات الكبتلة وعم تضطر المريضة تحل، وحتى عم بيضطروا يحلوا بالكورتيزون لحتى يروح يعني. وكمان عم يبقى، فدائما انه الوحدة لازم تتأكد من الدكتور. واهم شيء انه نحن ما نحقن وين من كان. يعني الدكتور المشهور ما رح يجي يحقن فيلر سيء. صحيح، فهذا الشيء كثير مهم. مثل ما قلتي في انواع اصليه وانواع مضروبه، وللاسف صايره كثير من المراكز التجميليه هي اساسا متوجهه للتجاري اكثر ما هو طبي. لانه عم يدخل فيلر كثير مضروب لعنا على البلد. صحيح. كثير، يعني من قبل كانت الشركات اللي مسجله بوزاره الصحه معروفه، يعني تحكي انه نحن مسجلين بوزاره الصحه هي توزع الفيلر. هلا لا، هلا اي كثير ناس عم بيجيبوا فيلر. طب خلينا نحكي عن تأثير الفيلر على الوجه، قديش مدى فعاليته؟ يعني لما نقول السويسري هو الأفضل، في الكوري نوعين، في الأصلي وفي المضروب، نعرف في فترة زمنية وهو مادة جل بتنحل آخر شيء، يعني بيمتص الجسم، قديش الفترة تقريبا بتكون؟ هلا شوفي يعني الفيلر هو الحل الأجمل لمحاربة الشيخوخة، أوكي؟ أول شغلة نحن الفيلر هي حمض هيالورونيك، هي المادة بتجدد الكولاجين، ما بتخلي البشره تتعب، ما بتخلي البشره. هلا نحن سبب التجاعيد هو انه البشره بترق، فالفيلر بيجيب لك مي وبجدد خيوط الكولاجين بالمنطقه اللي انت بتحقني فيها، لذلك هو بحافظ على شباب البشره، فهو اجمل شيء انت ممكن تحافظي فيه على شباب بشرتك، بس يكون فيلر صح، يكون اصلي. وهو اساسا امتصاصه 100%، يعني مده ديمومته بدك تقولي من سنه لسنه ونص حسب نوعه. الأهم من هيك إنه هو حل لكل شيء، يعني هو حل لمحاربة الشيخوخة، للتجاعيد، للندبات، أي شيء بالوش طبعاً. بالإضافة لأنه الحل التجميلي اللي هو النفخ، فينا ننفخ فيه الشفايف. الشفايف بعد فترة كمان بيصير فيها تجاعيد وبترق. فدائماً أنت لما بتاخدي فيلر ظريف بتحصلي على نتائج كتير حلوة. نعم، يعني دكتورة في من قبل من زمان اول ما درج بوتوكس وفيلر
المواد الدائمة كمان هلا عم نشوف نتائجها كثير عم تكون سيئة، عم تكبتل بجهة وحدة، عم تضر الوجه، فعم نلجأ إلى عمليات التجميل أو إلى شق الوجه. سؤالي هون، نحن بعد ما يعني نعاني من خروج هاي المواد من جسمنا، إذا خرجت ومشي الحال وقدرنا نشيلها، كيف كيفية التعامل مع الحقن الجديد بمواد جديدة؟ هل هو شيء صح ولا هل هو شيء ممكن يضر بزيادة الوجه؟ لا، شوفي، موضوع المواد الدائمة اللي هي السيليكون يلي بلشت تتكبتل بالوجه حتى تهاجر، يعني بتكون محقونة بالخد، ممكن تهاجر لأي مكان بالوجه، هي اللي صرنا مضطرين نحن نعملها عمل جراحي ونطلعها. هلا نحن بعد ما نخلص منها فينا نحقن فيلر، بس دائما بدنا نعرف شو عم نحقن. والمهم اكثر من هيك انه نحن يلي مو عامل جراحه لها ممنوع ينحقن فيلر فوقها، يعني ممنوع منعا باتا نحن اذا حدا عنده مواد دائمه نحن نجي نحقن فوقها فيلر، لانه ممكن سبب التهاب كثير شديد. بس اذا نحن خضع لعمل جراحي اوكي انه خلص امورها تمام، هي فيها ترجع تحقن فيلر عادي، لانه مثل ما قلتي هو عم يهاجر الماده، عم تهاجر بالوجه، هي بتتليف وبتهاجر بالوش تماما. ولكن خلينا يعني اذا في اضطرار انه لتصحيح الهجر او الاخطاء، يعني بيصير طرف غير طرف، حسنا يعني الجراحة ممنوع منعا باتا الفيلر من جديد، ممنوع منعا باتا، ممنوع نحن نحقن فيلر. يعني دائما نحن الدكتور اول شيء بيسال المريضه انه انت عامله فيلر دائم. هلا في مرضى بيخبوا هذا الموضوع، يعني في مريضه بتجي لعندي مثلا بتقلي انا ماني عامله مواد دائمه، بتكون هي بتعرف، وانا لما بجي بدي احقن بعرف انه انا هي عامله مواد دائمه. هذا الشيء كثير غلط، ممنوع. اذا هي ما خضعت لجراحه وقدرت تنظف هي المواد ما فيها ترجع تحقن فيلر، ممكن تحقن بوتوكس. هلا في عندها خيارات ثانيه، في عندها ابره البروفايلو، في عندها خيارات الميزو فيلر. عم نسمع شيء هلا بتزيد الفيلر، يعني عم نسمع عن الكريمات هي بتعطي نفس نتيجه الفيلر اليوم، خلينا نحكي عنها هي، ممكن هي الحالات ممكن تستفاد من الكريمات اكثر بهيك حالات ولا لا؟ ما حتستفيد بالكريمات هي، لا خلص، هي اللي عندها مواد دائمه عم تعطي تشويه بالشكل الوش، ما عم بيصير تجانس بين الجانبين، فهي حسرا بدها تعمل جراحه. الكريمات هي عنايه يوميه، يعني انا الكريمات انا كثير بحبها، لانه كريمات الكولاجين، كريمات الخلايا الجذعيه، كريمات يلي بيكون فيها فيتامينات، كلياتها للعنايه اليوميه. هلا الكريمات يلي فيها ماده الفيلر ممتازه جدا للندبات، ممتازه لالتئام الجروح، هلا اللي عنده جروح او عامل عمل جراحي او عنده ندبه او عنده تحفير بالوجه نتيجه هاي العمليات يلي هي استئصال يلي نحن بنشيل فيها الفيلر الدائم، الكريمات هاي كثير بتفيد، لانه على المدى الطويل هاي الكريمات، طبعا بالاضافه انه نحن فينا نعمل حقن ميزو او حقن علاجي او نعمل ديرما بين، بس الكريمات للعنايه اليوميه هي شيء كثير ممتاز. تماما. دكتوره كمان خلينا نحكي من بعد الحقن فيلر او بوتوكس او ميزو او اي شيء من خلال الابر، بتقدر الصبيه ان هي ترجع تعتني ببشرتها من خلال جلسات العنايه بالبشره، كانت جلسات بالليزر او اي تقنيات ثانيه فيها، ولا لا بيروح الحقن او بيروح الماده اللي حاططها؟ لا خلص، ماده الفيلر انحقنت ما في شيء بياثر عليها، لا جلسات الليزر ولا بتتحرك ولا لا، ما انا هي الفكره اللي بدي اقول لك اياها، انه الفيلر المضروب ليش عم بيكون سماكته عم بتكون عاليه؟ الجسم فورا بيرد على اي كتله سميكه بيعمل عليها التليف، فهي الكبتله اللي بتصير. بينما الفيلر بطبيعته ماده جل، ماده مريئه كثير، مستحيل تكبتل، تنتشر بكل المنطقه اللي انت بتحقنيها. واهم من هيك انه الفيلر لما بيكون ممتاز ما بيغير ملامح البشره، يعني هلا انت بتشوفي بنات مثلا بتطلع عليها بتقولي هي عامله فيلر، تلاقي شكلها غلط، هذا نتيجه الفيلر السيء. بينما الفيلر الاوروبي او الفيلر السويسري انت لما بتحقني بتصيري احلى، بتصيري اصغر، بشرتك بتصغر بالعمر، ملامحك بتبقى مثل ما هي على جمال اكثر، فالفرق كثير كبير. طيب خلينا نحكي على كل صبيه عم تتابعنا وحابه فعليا تعمل حقن فيلر، شو النصائح اللي بتحكيها او بنقدر نحكي عنها نعطيها اياها مشان كمان ما توقع بهي الاخطاء اللي يعني عم نسمع عنها كثير؟ مثل ما قلنا في مراكز تجميليه للاسف لا تمتلك لا شهادات ولا خبرات، لكن هي تجاريه وكثيره. اول شغله دائما بدك تختاري اول شيء الدكتور،
انا بحب لما الوحده بدها تروح تحقن تروح على اسم دكتور، ما تروح على مركز ما بتعرف مين الاخصائي اللي فيه. يعني هلا انت لما بتروحي على اسم دكتور انت بدك تراجعي الدكتور، انا حقنت عند هذا الاسم. الشغله الثانيه الدكتور يكون معروف، تعرف شو هي الماده اللي هي بدها تحقنها، تفتح على النت تقرا على النت تشوف الكرتونه تشوف هي شو بدها تحقن بوشها، مو انا بس يلا انا بدي اجي لهون هذا المركز عامل عروض انا بدي احقن واحمل حالي وامشي وبعدين انا بشوف شو ممكن يصير علي اي تاثيرات جانبيه او اي شيء او شو الماده ما بعرف. لا، اهم شيء انه انت تعرفي الدكتور، وثاني شغله انه تعرفي الماده والكرتونه وتعرفي شو هي الماده. تمام. دكتوره نسرين، يعني بيقولوا لك اذا عندك بدك تعملي بوتوكس او فيلر بعدي عن انتيبيوتيك، ما تاخدي ادويه التهاب، بعدي عن كذا، ما تحطي كذا، شو هي يعني التنبيهات الخاصه بالحقن؟ حكينا من شوي انه هي ماده يعني بتنتشر بالوجه او بتتفاعل مع جل. البشره هي كجل، ولكن هل صحيح اذا اخذنا دواء التهاب بتروح؟ او هل صحيح انه يعني خلينا هيك نحكي كل هالاشاعات هيك نضويها شوي لكل سبيل. هلا شوفي، ادويه الالتهاب هي بتضر بالبوتوكس لانه البوتوكس بكتيريا، بينما بالنسبه للفيلر لا ابدا ما خصها نهائيا انت لو شو ما بتاخذي ادويه. بس الفيلر انت بدك تحافظي عليه بتحافظي عليه بالمي. يعني شوفي انت كل ما شربتي مي وكل ما شربتي عصائر كل ما انت حسيتي الفيلر اللي انت حاقنتي رح يكون اجمل ورح يبقى اكثر. يعني الفيلر اهم شيء انه انت تحافظي عليه من خلال المي. يعني تحافظي على اللزوجه تبعه، ما تحافظي عليه وعلى ديمومته وعلى جماله وعلى نضارته بالمي. انه دائما تشربي مي، دائما تاخذي عصير، تاخذي فواكه. بينما بالنسبه للادويه لا، الادويه ما لها تاثيرات على الفيلر. طب ليش في فيلر بضل بداين هلا عم نشوف عن جديد شهر او شهرين، اما هيك بتحسي المواد الثقيله بتضاين 6 شهور واحيانا سنه؟ ليه؟ شوفي المواد السويسريه عندك الجوفيدرم بيبقى 3 سنوات، هي طبعا اسعارها غاليه بس بيبقى 3 سنين. المواد الاوروبيه على الغالب بتكون سنه. المواد اللي عم بتروح خلال شهر او خلال 15 يوم او بتجي وحده بتقول لك انا صرت حاقنه مرتين ثلاثه دكتوره صار لي شهرين ما في شيء، هاي المواد غالبيتها بتكون مضروبه. يعني نحن بالمواد المضروبه في عنا 2، اما شيء فورا بيروح بعد 15 يوم بتروح الوزمه راحت الماده، والشيء الثاني اللي هو بيكون سماكته كثير عاليه واللي راح يكبتل. طيب خلينا نحكي عن كريم الخلايا الجزئيه، شو هو هذا الكريم؟ شو له تاثير وفعاليه؟ لا شوفي، تقنية كريمات الخلايا الجذعية كتير رائعة. أول شغلة نحن بنعرف الخلايا الجذعية هي مستخلصة من المشيمة تبع الأطفال ومن الخلايا الدهنية كمان. صحيح. شوفي كريمات الخلايا الجذعية فيها مادة جروس فاكتور، هي المادة بتقاوم الشيخوخة بتحارب الشيخوخة. يعني ممكن الصبية اللي تستخدمها لهي الكريمات ككورس علاجي، ممكن الوحدة إذا عمرها 60 سنة بدي أقول إنه ممكن تنزل 20 سنة من عمرها. طبعاً هي على التجارب هي الكريمات. وكريمات الخلايا الجذعية مفيدة كمان بترميم الجروح. إذا أنت عندك مثلاً عندك حفرة نتيجة ندبة أو عندك ندبات، حتى التصبغات الجلدية اللي بتكون نتيجة الحمل أو التعرض للشمس أو المشاكل بالبشرة، هي كلياتها بتروح نهائياً بكريمات الخلايا الجذعية. فهي هلا من اجمل، يعني من اجمل الاشياء اللي هلا موجوده انت مشان تحاربي فيها الشيخوخه. تمام. طيب دكتوره، كيف فينا نحن نحصل على الخلايا الجذعيه؟ كيف فينا نحافظ عليها؟ كيف فينا نحتفظ فيها ان كان لنا لاولادنا ولا استخدامات كثيره مثل ما بنعرف اكيد؟ هلا نحن انه انت تحافظي عليها، انه قصدك انه تقدري تاخديها من طفلك بعد ما تولدي او هيك، هذا الشيء طبعا بالمشفى. يعني طبعا في مراكز، هلا انا بعرف انه بسوريا نحن ما عندنا مركز لهذا الشيء، بس في مركز بالجامعه الامريكيه تابع للدكتور شربل كثير مشهور، هذا المركز بيحتفظ لك فيها وبياخذها وبيحطوها بدرجات حراره ناقص 196، وفي فيك لبعدين انت تعالجي اي مرض ممكن انه بعيد الشر يجي يصير ابنك او اي شيء ثاني. هلا هي عالم كثير حلو الخلايا الجذعيه، وانا كثير بحبه لهذا وأنا المجال. وانا بحس انه بعد كم سنه لقدام اكيد رح يصير عنا ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني انا عم بسعى لهذا الموضوع، انا عم بسعى لانه نحن نعمل مركز بسوريا لهذا الشيء للمعالجه بالخلايا الجذعيه، لانه انت ما بتتخيلي الامراض المناعيه الذاتيه، امراض الكانسر، امراض الدم، اغلبيتها انت فيك تعالجيها علاج كامل بالخلايا الجذعيه. فهذا المجال هو مجال كتير واسع بس مجال كتير رائع. تمام. صحيح.
صحيح يعني اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين. شكرا كثير دكتوره نسيم. شكرا.